احنا النهارده هنبدا في سلسله اكسرسايزز على المنهج كله بعد الميد تيرم. هنبدا ندي حصتين او ثلاثه على البادجت بس اللي هو اخر ايه تشابتر. بعد كده هنرجع للتشابتر اللي فيه الاربع ايه قرارات. افتحوا الورق بس اللي معاكم. خلاص انا بادئ لكم الورق بسمري على البادجت. ركزوا، بدأ لكم بايه سامر. تعالى كده نفتكر احنا بدأنا بايه. اول حاجة قلنا ان احنا بنعمل بادجت اسمها السيلز ايه بادجت. ايا كان عدد الشهور بتاعك، الطبيعي ان انت بتشتغل على كوارتر. يعني ايه كوارتر؟ ربع سنة. على فكرة انا ممكن اشتغل على سنة، ممكن اشتغل على شهر. قولولي بقى البادجت دي احنا بنضرب السيلز ها يونتس في مين يا اولاد؟ في السيلينج برايس بير يونت. بنعرف هنبيع بكام، ده اسمه الايه السيلز بادجت. خلاص اسالكم بقى سؤال، لو انا في شهر هبيع ب 100,000 جنيه، لو انا ببيع كاش، ببيع ايه كاش، يبقى انا هحصل كام؟ 100,000، لان انا ببيع ايه كاش. لكن عادة احنا بنبيع كريدت. كريدت يعني كاش ولا بالقسط؟ بالقسط. فبيبقى عندنا حاجة اسمها كوليكشن بوليسي، اللي هي سياسة الايه يا اولاد، ردوا عليا، التحصيل. انا وانا بشرح لك اديتك ليفل عالي، يعني اديتك شركة بتحصل 30-50 ها 20. قولوا لي يعني ايه 30-50-20؟ يعني لو انا ببيع في شهر يناير ب100,000 جنيه، باخد منهم في شهر يناير كام؟ 30,000، اللي هم كام في المية؟ 30. الشهر النكست اللي وراه باخد كام؟ 50,000، اللي هم كام في المية؟ 50. الشهر اللي يليه يعني يناير، يفضل يتحصل يناير، فبراير ايه؟ مارس. فقلنا احنا في الحالة دي بنضطر ان احنا نعمل جدول اسمه سكاديول اوف كاش كوليكشن، اللي هو جدول الايه يا شباب، ردوا عليا، التحصيل. اخطر حاجة في الجدول ده انك لازم ترجع لورا. يعني ايه ترجع لورا؟ انا فاكر انا هنا كنت حاطط لكم يناير، ردوا عليا، ومين؟ فبراير، ومين؟ مارس. لان سياسة التحصيل على 3 شهور، فانا كان لازم ارجع شهرين ورا. ليه؟ لان اكيد نوفمبر، فاهم؟ نوفمبر كانت بيتحصل فلوسه ازاي؟ نوفمبر ها ديسمبر ها يناير، يبقى اذا في جزء من نوفمبر 20% منه هاخدهم فين؟ في يناير. طب بلاش، ديسمبر كان ماشي ازاي؟ قسط في ديسمبر وقسط في يناير وقسط فين؟ فبراير. فاضطريت ان انا ارجع لديسمبر اجيب دفعة يناير ودفعة ايه؟ فبراير. وبعد كده عملنا ايه في مبيعات يناير يا جماعة؟ اتحصلت ازاي؟ يناير ها فبراير ها مارس. طب مبيعات فبراير دفعة فين؟ في فبراير. ودفعة فين؟ في مارس. ودفعة فين؟ في ابريل. سجلناها ايه؟ ردوا عليا، ايه ار، مستحقات لدى الغير. طب اللي وراه مبيعات مارش، دفعه اتحصلت فين؟ في مارش، والبادجت خلصت، فبقى في دفعتين، واحده في ابريل واحده فين، سجلناهم برضو ايه؟ ايه ار. اللي انا عملته ده اني رجعتك كام شهر لورا؟ 2. طب لو المساله اهدى شويه، بص يعمل ايه؟ يقول لك سياسة التحصيل 70-30، يبقى أنا كده بلم على كام شهر يا أولاد؟ 2. قول لي يعني إيه؟ يعني يناير أخد كام في يناير؟ 70، واللي وراه فبراير. معنى كده إن أنا هحتاج أرجع شهر واحد بس ورا، اللي هو مين؟ ديسمبر، لأن ديسمبر هيسمع ديسمبر ويناير، فاهمين الفكرة ولا لأ؟ طب بصوا الحتة دي، ممكن أقول لك إيه أنا بقى في الامتحان؟ 70-25، خلاص؟ و5% uncollectable. قلتها لكم دي،
يعني ايه انكولكتبل؟ رد عليا، انا بايع ب 10000 جنيه هاخد في نفس الشهر 70%، يعني كام؟ 7. الشهر اللي وراه هاخد 25%، يعني كام؟ 2500. بس ايه ده؟ طب ما كده ناقص كام؟ ردوا عليا، 5%. انكولكتبل يعني مالهم؟ مش بيتحصلوا. هل دول معناهم ان الفلوس داخله لك؟ لا. هتعمل لهم ايه؟ رد عليا، اجنور. يعني بص السياسه ماشيه ازاي، 70 والشهر اللي وراه كام؟ 25. وفي بيضحك علينا فيهم ما بنحصلهمش كام؟ 5%. انا هسجلهم ايه؟ اجنور. يعني ايه اجنور؟ رد عليا، يعني ماليش دعوه بيهم. خلاص، حلو. قولوا لي بقى المرحله اللي وراها حبايبي في البادجت. عملنا بادجت اسمها الايه؟ البرودكشن. سالنا نفسنا سؤال مهم قوي، هو انا عشان ابيع 5000 يونت، يعني ايه ابيع؟ ابيع 5000 يونت يعني رو ماتيريال ولا فينيش دي جودز؟ بضاعه جاهزه. بضاعه جاهزه. هل ده معناه ان انا لازم انتج 5000؟ مش شرط، لان ممكن يبقى عندي في المخزن ايه؟ بضاعه. طب قولوا لي، حطينا يناير وحطينا ايه؟ فبراير، وحطينا ايه؟ مارس. قولوا لي قانونها ايه؟ بدانا باليونتس، ها، سولد، بنجمع عليها الاندنج ايه؟ انفنتوري. حد فاكر بنجيب خانه اسمها توتال ايه يا اولاد؟ نيدز. مين يقول لي الاندنج انفنتوري ده بيتجاب ازاي؟ المساله لازم تديلك سياسه التخزين ايه. فاكر لما قلت لك ايه؟ انا بحب اخزن 20% من مبيعات الشهر اللي ايه؟ اللي بعده. اذا انا بحب ابقي في نهايه الشهر نسبه من اللي هبيعه الشهر اللي ايه؟ اللي وراه. واديتك نصيحة قوية جدا، قلت لك دايما انت هتحتاج ابريل عشان تجيب مين؟ مارش. وممكن تحتاج ماي عشان تجيب مين؟ ابريل. معايا ولا لا؟ فركز. بص بقى، كنا بنجيب حاجة اسمها توتال نيدز، نطرح مين؟ البيجيننج انفنتوري، نجيب اليونتس اللي انا ايه؟ هعمل لها ايه؟ بروديوست. ما هو بهدوء كده، لو انا عايز ابيع 10 وبقي 2 اندنج، يبقى اجمالي احتياجاتي كام؟ 12. لو عندي منهم 4 في البيجيننج يبقى انا هنتج كام؟ 8. ايه التركات اللي كانت هنا؟ فاكر لما كنت بقول لك ان اندنج انفنتوري كوارتر بيبقى اخر ايه؟ شهر، وبيجيننج انفنتوري كوارتر بيبقى اول ايه؟ شهر. واديتكم ملحوظه مهمه جدا، مين فاكر لو ده مش موجود؟ ركز، بيجيننج انفنتوري يناير مش موجود، حد فاكر عملنا ايه؟ برافو. تخيلنا ان في ايه؟ ديسمبر، فجبنا اندنج مين؟ ديسمبر، عشان ينزل بيجيننج فين؟ في يناير. معايا ولا لا؟ فاكرين الحركه دي ولا لا؟ تخيلنا ان في ايه؟ ديسمبر، فجبنا له اندنج من مبيعات اللي بعده عشان ينزل ايه؟ بيجيننج. بعد ما خلصنا البادجت دي قعدنا نطرح على نفسنا مجموعة أسئلة. طب أنا دلوقتي عرفت الوحدات اللي أنا هعمل لها برودكشن، صح كده؟ هصرف عليها إيه؟ دي إم ودي إل وأوفر هيد وسيلينج أند أدمنستريتف. فبدأنا نعمل بادجت اسمها الدي إم بادجت. اسمها ايه؟ دي ام بادجت. هسألك سؤال، هو انا لو عايز اصنع 4000 كرسي هل لازم اشتري رو ماتيريال ل 4000؟ مش شرط، ممكن يكون المخزن فيه رو ايه؟ ماتيريال. فكروني عملنا ايه؟ خدنا الوحدات اللي احنا هننتجها ضربناها في كيلو جرامز او عدد الامتار نيدد، كيلو جرام بير يونت. فاكر لما كنت اقول لك ايه؟ كل كرسي عايز 5 كيلو خشب، يبقى انا كده حولت الاوت بوت الى دي ام نيدز، حولت الانتاج الى ايه؟ ها، الى امتار ايه؟ خشب. اللي انا محتاجها لمين؟ للتصنيع. اجمع عليها الاندنج دي ام اللي عايز تامن بيه المخزن. جبنا خانه اسمها توتال ايه؟ نيدز. واطرح البيجيننج دي ام اللي عندك من السنه اللي فاتت. هتجيب الدي ام بيرشيزز،
قولوا لي يعني ايه purchases اللي انا هشتريه. بص امشي بالراحة، انا عايز انتج 1000 ترابيزة، كل واحدة عايزة 5 متر خشب، يبقى احتياجات الانتاج كام؟ 5000 متر، وعايز اخزن 2000 اامن مخزني، يبقى 5 و2 يبقى توتال نيدز كام؟ 7. عندي منهم 3، عندي منهم بيجينين كام؟ 3، يبقى انا محتاج اشتري كام؟ 4. تجيب الكمية اللي هتشتريها تضربها في البرايس بير كيلو، سعر الكيلو، تجيب الدي ام بيرشيزس كوست. يعني ايه دي ام بيرشيزس كوست؟ رد عليا. ها تجيب مين؟ هتشتري خامات بايه؟ بكام؟ بعد كده سألتك سؤال، لو انا هشتري خامات ب200,000 جنيه كاش، يبقى ال200,000 جنيه هدفعهم في نفس الايه؟ الشهر. طب لو انا هدفعهم بالقسط للمورد، يبقى هيطلب مني جدول اسمه سكاديول اوف. ها انت هنا بتلم ولا بتدفع؟ بدفع. سكاديول اوف كاش ايه؟ ردوا عليا، ديسبيرسمنت. ده جدول سداد ولا جدول تحصيل؟ جدول سداد. هنا بقى هتاخد مشترياتك من المورد وتبدأ تجدولها، سواء يناير، فبراير، مارس. هنا انت بتجمع ولا بتدفع؟ بتدفع. خلي بالك تسرحيش، برضو لو انا بدفع على قسطين اكيد هيبقى عليا قسط من الشهر الايه؟ القديم. طب لو انا بدفع على 3 هيبقى عليا منين؟ من القديم. فانا عايزك تبقى مشغل مخك. خلاص نكمل. طب لو بص يا جماعة، قسط مارش هيدفع دفعة في مارش ودفعة في ابريل، لو انا على دفعتين، حد فاكر سجلناه ايه؟ اي بي. يعني ايه اي بي؟ يعني فلوس ليا ولا عليا؟ عليا. خلاص حلو قوي. الحصة التانية بدأنا نعمل البادجت بتاعت مين؟ الدي ال. حد فاكرها؟ ها بنحط اليونت ايه؟ بروديوست، نضربها في الدايركت ليبر اور بير يونت. فكروني الحصة اللي فاتت، يعني لو انا هنتج 5000 ترابيزة، كل واحدة عايزة 2 ساعة، كل واحدة عايزة ايه؟ 2 ساعة، 2 ساعة عمل، يبقى انا كده جبت اجمالي عدد الساعات، صح ولا غلط؟ اضربها في الليبر ريت. يعني ايه ريت؟ اللي هو مرتب العامل فين؟ في الساعة. هتجيب الدايركت ليبر كوست. طبعا بتوع المرة اللي فاتت كانوا سهلين قوي. تاني البادجت اسمها دايركت ايه؟ ليبر. يعني هتقبض كام اجور ومرتبات؟ شوف انت هتنتج كام وحدة، كل واحدة بتاخد كام ساعة ايه؟ ليبر. اضربهم في بعض كده، انت جبت اجمالي ساعات العمل، تضربها في مرتب العامل في الساعة، اسمه دايركت ليبر ريت، يبقى انت جبت هتقبض كام اجور ومرتبات. خلاص. طيب اللي وراها عملنا بادجت اسمها ايه يا اولاد؟ ها الاوفر هيد. معايا شباب ولا لا؟ عملنا بادجت مين؟ الاوفر هيد. طب قولي عملناها ازاي. اول حاجة جبنا عدد الساعات، جبنا عدد مين؟ الساعات اللي انا كانوا معايا في الليبوري بادجت، بس ضربتها في الفاريابل اوفر هيد ريت. بصوا، ما هو لو انا اشتغلت 1000 ساعة ضربتهم في مرتب العامل في الساعة، يبقى انا كده بحسب مرتبات الايه؟ العمال. طب لو انا بشتغل 1000 ساعة ضربتهم في سعر ساعة الكهرباء، يبقى انا هنا بحسب المرتبات ولا بحسب الكهرباء؟ بحسب الكهرباء. تاني نفس عدد الساعات اللي انت ايه؟ اشتغلتها. هتلاقي المسألة بتقول لك ايه؟ كل ساعة عمل تكلفك فاريابل اوفر هيد 3 جنيه. يبقى انت كده لو ضربت عدد الساعات في الفاريابل اوفر هيد ريت، جبت رقم اسمه مين؟ تكلفة الكهرباء، اللي هي مين يا جماعة؟ ردوا عليا، في او اتش. ها بعد كده جمعنا عليها ايه الحصة اللي فاتت؟ ردوا عليا، اف او اتش. مين هو الاف او اتش؟ حاجات زي مين؟ الايجار، الاهلاك، التأمين. يبقى انا الفاريابل اوفر هيد اللي هو الاوفر هيد المتغير زي الكهرباء زي الغيره، انا بحسبه بالساعه، انما الفيكسد بيبقى رقم ماله ثابت.
بجمعهم على بعض هجيب كل الاوفر هيد. هجيب مين رد عليا؟ كل الاوفر هيد. بس قلت لكم احترسوا الاوفر هيد ده، في جزء منه نون كاش. حد فاكر يعني ايه نون كاش؟ يعني ما بيدفعش ايه فلوس، زي الديبريشيشن، الاهلاك بتاع المكن. انا اصلا شاري المكنه كل سنه بخصم جزء من قيمتها، هتاخدوا الكلام ده اكتر في سنه تاني. يبقى الاهلاك ده كمصروف، هل ده بيدفع فلوس تاني ولا بيتخصم من القيمه؟ بيتخصم. فانا هطرح من هنا الحاجات النون كاش. ليه؟ لان انا عايز الحاجات اللي هتدفع كاوفر هيد ردوا عليا في شكل ايه؟ كاش. تاني، ها يبقى الاوفر هيد هعمل ايه؟ معلش الكلام ده تقيل، عايز طالب في ثالثه. ها هناخد عدد الساعات في الفي او اتش بير ايه؟ اور. يبقى انا كده حسبت الفاريبل اوفر هيد كوست واجمع عليها مين؟ الفيكسد اوفر هيد كوست. كده انا جبت كل الاوفر هيد بتاع الشركه. اجمع عليه ولا اطرح؟ خلي بالك ده جواه حاجات مش نقديه، يعني جواه حاجات نون ايه؟ كاش. فانا هطرح مين؟ ردوا عليا النون كاش زي الديبريشيشن. هجيب مين؟ رد عليا الام او اتش الكاش. صعب الكلام؟ تعالى بقى عملنا ايه بعد كده؟ عملنا بادجت اسمها السيلينج والايه؟ ادمنستريتف، اللي هي المصاريف البيعيه والايه سنه اولى؟ الاداريه. قول لي بدانا بايه؟ هنجيب اليونتس سولد مش بروديوست. عارف ليه؟ اسمها مصاريف بيعيه، يعني انت دفعت الكوميشن دي على الوحدات اللي بتتباع ولا بتنتج؟ بتتباع. فانت دي مش هتبدا بالبروديوس دي زي اللي فاتوا، امال هتبدا بمين؟ رد عليا سول. هنضربها في الفاريبل سيلينج بير يونت اللي هي الكوميشن. يعني انا هاجي في المساله اقول لك ايه؟ كل وحده بعناها دفعنا نص جنيه كوميشن، يبقى انا كده اقدر اضرب ده في ده، هجيب الفي نان. يعني ايه في نان؟ فاريبل نان مانيفاكتشرنج، او بلاش الكلمه دي، هجيب الفي سيلينج، هجيب المصاريف البيعيه المتغيره، اجمع عليها الاف سيلينج اند ادمنستريتيف. يعني الكوميشن انا اللي هحسبه، انما التكاليف الاداريه الثابته هتجيلي رقم ايه؟ ثابت. رد. يبقى انا كده جبت مين يا جماعه؟ توتال سيلينج اند ادمنستريتيف. هطرح منها اي حاجه نون ايه؟ كاش. لان زي ما في حاجات اهلاكات نون كاش فين؟ في الاوفر هيد، في حاجات نون كاش برضو في المصاريف الاداريه. فاي حاجه مش هتدفع فلوس انا بعمل ايه؟ بطرح. عشان اوصل للسيلينج اند ادمنستريتيف كوست اللي هتدفع في شكل ايه؟ كاش. خلصنا صبينا الكلام ده كله، فالموازنه النهائيه الكبيره اللي اسمها ايه يا شباب؟ ردوا عليا كاش. ها بادجت. الموازنه الاخيره اسمها ايه؟ ها اسمها ايه؟ ردوا عليا كاش بادجت. نادي منى احمد، معلش. ها اسمها ايه؟ كاش بادجت. ركز بقى عشان انا هبدا احل على طول. قولوا لي يا اولاد، بدانا بالبيجيننج كاش بالانس. هاتي الراجل بتاع التكييفات ده ومحدش تعمل معاه غيري. ماشي خلاص، وقفلي التكييف ده. اللي ورا شغال اهو. شغلي اللي ورا بقى منى. انا مشغلاه. لا فصل. ها يلا اولاد مركزين، تعالوا بقى. ها هنبدا بمين؟ بيجيننج ايه؟ كاش بالانس اللي هو رصيد الخزنه في اول الشهر. هنجمع عليه الكاش كوليكشنز اللي انا هحصله. مين يقول لي اللي انت هتحصله ده؟ هتجيبه من جدول مين؟
التحصيل اللي هو اخر خانة اللي انا هحصله كل ايه شهر، هيبقى معايا توتال كاش افيلابل. يبقى انا كده الفلوس اللي في الخزنة زي اللي حصله اسمه توتال كاش. ركزوا عشان احل اسئلة صعبة. توتال كاش ايه؟ افيلابل. ركز بقى. بعد كده هرص الديسبيرسمنت. مين هي الديسبيرسمنت؟ مصروفاتي. قوليلي المسألة كده كده اجباري فيها كم مصروف؟ تعالى مصروف على مين؟ دي ام اهو. عارف جه منين؟ من جدول الايه؟ السداد. ها ومصروف على مين؟ دي ال. ومصروف على مين؟ ام او اتش. ومصروف على سيلينج اند ادمنستريتف. وارد بقى المساله تقول لك ايه؟ هنشتري مكنه، هنوزع ارباح. اهم حاجه يبقى الحاجه اللي هتتصرف لازم تبقى في شكل ايه؟ كاش. يعني اجي اقول لك انا هشتري مكنه قسط، ما تتحطش. انا عايز الحاجات اللي بشكل ايه؟ كاش. هوزع ديفيدنس. هتفكرها الحسابات يعني ايه ديفيدنس؟ رد عليا. ارباح. لازم يا جماعه تبقى الحاجه ايه؟ كاش. قول لي بقى ركز. هنجيب توتال، اسمع منكم، توتال ايه؟ ديسبيرسمنت، المصروفات. كده انت معاك ايراد، يعني معاك فلوس داخله قصاد فلوس ايه؟ خارج. تماينصهم من بعض هتعرف الشركه دي عندها اكسس فائض ولا عندها ايه؟ ديفيسيت. لو انا داخل لي في شهر مليون بس مصاريفي مليون ومية، يبقى هتبقى معايا عجز ولا فائض؟ عجز. فلازم اعرف كل شهر هيعجز ولا لا، لان لو هتعجز لازم تدخل في سيكشن اسمه الفاينانسنج. مين هو الفاينانسنج؟ رد عليا. التمويل. التمويل ده احنا الحصة اللي فاتت حطينا فيه بورو، ريباي، وانترست. يعني ايه؟ هستلف كام وهسدد كام والفايدة ايه؟ رد عليا كام. بعد كده فاكر قلنا ايه هنا؟ اندنج او توتال افكت الفاينانس ونهاية السنة. اندنج كاش بالانس. خلاص؟ اخر الحصة اللي فاتت لعبنا لعبة انا وانتو في سداد الايه؟ الانترست. عايزين نبدا دلوقتي النهارده. انا قلت انا احل على التشابتر ده كام حصه؟ 3-4 كمان. خلاص النهارده هديك سامبل اسئله ام سي كيو صغيره. الحصه الجايه هدخلك في مود دكتور محمود سليمان، هبدا اديك مساله كومبريهنسيف على بادجت معينه. الحصه اللي وراها هبدا اعمل لك جوين لفكره الاثنين دكاتره مع بعض، سواء دكتور مندور او مين؟ سليمان. الكونسبت النهارده اللي هنشتغل عليه هنشتغل شويه على دكتور مندور. خلاص افتحوا الورق بقى، هتلاقيني عامل لك سامري للبادجت من اول صفحه واحد لحد كام؟ 4. نخش بقى مباشره في بيج كام؟ 5. جاهزين؟ مش عايزين نسيب ولا سؤال من دول. اول سؤال، ذا ستارتنج بوينت، نقطه البدايه في بريبيرنج الماستر بادجت بتاعت اي شركة، مين اول واحدة يا جماعة؟ برودكشن ولا سيلز ولا بيرشيزنج ولا بيرسونال؟ سيلز طبعا. سؤال سهل جدا، ادي اول بادجت. ها صعبة؟ السؤال اللي بعد، شارب كومبانيز سيلز ار فور اون اكاونت. اركزوا بقى، بنبيع كاش ولا على الحساب؟ على الحساب. 60% من السيلز ار كولكتد ان ذا مانث اوف ايه؟ سيل. ردوا عليا. يبقى انا باخد في نفس الشهر كام؟ 60. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده الاسئله اللي الدكتور منزلها فيها نفس الكونسبت اللي انا شغلتك عليه. اقرا. 25% ان ذا مانث ايه؟ فولوينج. 15% ان ذا سكند مانث ايه؟ اذا احنا مش بعاد عنهم. الراجل برضو ممكن في المحاضره يخليك تشتغل على كام قسط؟ 2. في الامتحان يخليك كام؟ 3. قوليلي هو شغال كام؟ 60. كام؟ 25. كام؟ 15. انتوا معايا ولا لا؟ كمل.
The following are the budget sales for the company. تاني budget ايه؟ sales. معلش انا عايز اسأل، هو مديني مبيعات شهر كام؟ يناير بكام يا ولاد؟ 50,000 دولار. دي مش يونت، يعني هو حاسبها حلو. ها فبراير كام؟ 60,000 دولار. ها مارس كام؟ 40,000 دولار. ها ابريل كام؟ 30. حلو قوي، ركز بقى بالله عليك ركز. بيقول لك عاوز تحسب له الكاش ريسيتس. اكتب فوق كاش ريسيتس الكوليكشن. اي تحصيلات في شهر مين؟ ابريل. ممكن اسالك سؤال؟ ها مش هستخدم، مش فارق معايا. قول لي بقى انا هرجع كام شهر ورا؟ اتنين. ليه؟ لان انا بحصل على كام شهر؟ ثلاثة. انت عارف انا عشان اعمل كده هعمل ايه؟ افهم بقى. هقول له يا دكتور انت عايز اللي هيتحصل فين؟ في ابريل. انا ما عنديش مشكلة، انا هعمل لك كده. بص ايدي، انا يا عم هقول لك ادي ابريل اهو اللي انت بتتكلم عليه، بس انا هرجع كام شهر ورا؟ اتنين. طب يلا بينا، قولوا لي مبيعات فبراير كانت كام فلوس؟ كانت كام؟ قول لي تمشي ازاي؟ ايوه 60. امشي معايا بالراحه. 60% فين؟ فبراير. 25% فين؟ في مارس. 15% فين؟ يعني 15% من الرقم ده هتتحصل فين؟ في ابريل. يعني 9,000 جنيه. جبتهم منين انا؟ 15% في كام؟ رد عليا، في 60. طب بالراحه مارش مبيعاته كام؟ 40,000. لا انا عايزك ايوه كلمني قسطه ازاي. 60% فين؟ مارش. 25 ابريل. 15 ماي. معنى كده ان ده في 25% منه هيتحصلوا فين؟ في ابريل، يعني 10,000 جنيه. فاهم الصياغه ولا لا؟ هو بيسال على شهر ايه معين. يلا باقي لي مين؟ ابريل. مبيعاته كام؟ كام في المية منهم في ابريل؟ 60%، يعني 18,000 جنيه. هو بقى بيقول لك انا همسك فلوس في ايدي كام في ابريل؟ ها 9 قسط من فبراير، و10 بقوا كام؟ 19 و18. طلع الاجابه عندكم كام؟ شكرا. اذا انا ممكن اخليك في الامتحان تشتغل على شهر ايه معين. صعب الكلام؟ ها ها طلعت كام يا اولاد؟ 37. انصر مين؟ رد عليا ايه. طب تعالى ناخد اللي وراه. Every company's sales are for on account. برضو شغالين ايه؟ على الحساب. 40% من الاكونت سيلز كولكتد ان ذا مانث اوف سيل. 50. بص انا عايزك تقرا عدل. ها هو عاده القسط بيبدا من نفس الايه؟ الشهر. اوعى بقى يلعب معاك لعبه واطيه يقول لك ان احنا بنحصل كله بدايه من الشهر اللي ايه؟ اللي وراه. هو ما حصلتش في التاريخ. الطبيعي ان انا باخد قسط فين؟ في نفس الشهر. لكن انا عايزك تقرا المساله ايه؟ عدل. اقرا. 40% في نفس الشهر، 50 in the month following، 10 in the second month following. قولوا لي سياسة التحصيل كام؟ 40. آسف. 40. ها 50. ها 10. The following are budget sales data for the company. الراجل مديك مبيعات مارش وابريل ومين؟ وماي. عايز ايه بقى؟ بيقول لك الكاش ريسيتس فين؟ في شهر مين؟ ماي. قول له من عيني هرجع كام شهر ورا؟ اتنين. مين يساعدني؟ يلا هاخد من مارش. قولوا لي مبيعات مارش كام؟ 100,000. جدوله هالي. 40% في مارش، 50% في ابريل، 10% فين؟ ماي. يعني في 10,000 جنيه جايين هنا. يلا ابريل جيفن مبيعاته كام يا اولاد؟ 120. جدوله هالي. 40% في ابريل،
50% منها في 100 يعني 60,000 جنيه. حد فاهم حاجة؟ ها 100 مبيعاته كام؟ 70,000. كام في المية؟ 40. 40% في 70,000 هي 28,000. يبقى انا هاخد 10 و60 وكام؟ 28. يبقى اجمالي اللي هيتحصل في 100 كام؟ 98. ممكن سؤال؟ ادوني 3 سياسات ينفع يتعامل معهم هنا، يا اما كام شهر؟ 3، يا اما شغال على كام شهر؟ 2، يا اما يقول لك 70 25 و5% ان ايه؟ كولكتبل. خلاص يبقى اجنور مين؟ 5%. اوعى تنسى اللي انت يعني مثلا البادجت لو خلصت اي حاجه لسه في الفتره اللي جايه بنسجلها اكاونت ايه؟ ريسيفابل، مستحقات لدى الايه؟ الغير. حد عنده اي مشكله في المرحله الاولى من البادجت؟ خلي بالك بقى مفيش لعب في البادجت. يعني مفيش لعب، هي حاجه سيستماتيك، انت ارقام عمال ايه؟ ترصها. اقلب الصفحه. تعال نخش في المرحله اللي وراها. هنحل، حلوين قوي دول، 4-5 كيسز كده هياخدوا معايا لحد 13. خلاص؟ يعني من رقم كام؟ من 4 لحد كام؟ 13. هشتغلهم في البرودكشن بادجت. يلا بينا نسمي الله. يلا قولوا لي يا اولاد قانون البرودكشن بادجت ايه؟ هنبدا باليونت ايه؟ سولد. نجمع الاندنج ايه؟ انفنتوري. بنجيب التوتال ايه؟ نيدز. نجمع مين؟ بيجيننج. نجيب اللي انا ايه؟ هنتجه. دي المرحله الايه؟ تاني. يلا A company's budgeted unit of sales. مبيعاتي في يناير كام؟ 51,000 يونتس. ها دي يونتس. ها عند 60,000 يونتس فين؟ فبراير. مش ملاحظ حاجة؟ أنا بقى أفضل دايما إن أنا أبص للحاجة في شكل إيه؟ جدول. بيقول لك الشركة عندها بوليسي، سياسة، إن يبقى عندها inventory units on hand في نهاية كل شهر. اكتب جنبها ending inventory. يعني أنا بحب أبقي في نهاية كل شهر 30% من النكست مانس بادجت يونت اوف ايه؟ سيلز. قولي لي يعني ايه؟ يعني انا اندنج انفنتوري كمين؟ يناير. يبقى 30% من اللي هبيعه فين؟ في فبراير. معايا ولا لا؟ 30% من الرقم ده يعني 18,000 يونت. يبقى انا يناير ناوي ابيع 51 وامن بكام؟ 18. كملي. If there were، ايه ده؟ دي مسألة سهلة قوي. بيقول لك لو كان عندي 15,300 يونت اون هاند في نهاية ديسمبر، مين يقول لي؟ نهاية ديسمبر يعني بيجيننج ايه؟ يناير. يعني أكنه مديني ده. مين ده يا جماعة؟ اللي هو ايه؟ البيجيننج. طب ممكن أسألك سؤال؟ لو ما كانش مديهولي كنت هعمل ايه؟ كنت هضرب ده في كام؟ 30%. اكني جبت اندنج مين؟ ديسمبر. هو ده. يعني هو هنا مديها لي ايه؟ رد عليا جيفن. معايا ولا لا؟ مديها لي معايا ورا رجاله، مديها لي ايه؟ جيفن. كمل. هاو ميني يونت شود بي بروديوسد. انا خلصت على فكره. انت كام وحده في يناير؟ اعمل ايه؟ 51 زائد 18 يبقى التوتال نيدز بكام؟ 69. عندي منهم كام؟ 15,300. يبقى انا محتاج انتج كام؟ 53,700. صعبه؟ اكتب ملحوظه جنبها بالعربي. ممكن ما يدينيش ال 15,300. ها؟ ممكن ما يدينيش مين يا اولاد؟ ال 15,300. انا همسح هنا بس عشان انضف الدنيا كده. عشان احنا ايه كل مرحله نشتغل عليها. تاني ممكن ما يدينيش ال 15 ايه؟ 300. وانا معودك ان هو ممكن ما يدهلكش. ها هل الكلام صعب؟ نخش على اللي وراه. يلا اولاد ويلش كومباني اكسبكتد بيع من برودكت دبليو 60,000 يونت في شهر مين؟ ابريل. مش فارقه معايا كده، هو بيشتغل على الربع الثاني. يبقى هيبيع كام وحده يا اولاد؟ 60. ها وفي 75 فين؟ في ماي. ها وكم في جون يا حبيبي؟ كم؟
حلوة قوي. يبقى كده الراجل ده شغال على الربع الايه التاني. The company desire بتحب inventory on the hand في نهاية كل شهر 40% من الـ expected next month sales. يعني ايه؟ يعني بيبقي هنا 40%، يعني يبقي في ابريل 40% من اللي هيبيعوا فين؟ في ماي. ويبقي في ماي 40% من اللي هيبيعوا فين؟ في جون. كمل. Due to excessive production during March، ركز ها، بيقول لك during March كان في انتاج ايه كتير. On March 31st اتبقى 25,000 يونت ending inventory. دول مين؟ اكتب في يوم دول beginning April. يعني الراجل مديني ان هنا في كام؟ 25,000. طبعا انا معودك انها ممكن ما تكونش ايه موجودة. معايا ولا لأ؟ كم؟ Walsh Company production of product W في ابريل كام؟ عايز دي. اعمل ايه يا جماعة؟ ها. سولد كام؟ 60. ازاي اجيب الاندنج انفنتوري؟ 40% من 75 بقوا 30. يبقى انا هبيع 60 وامن ب 30، يبقى اجمالي احتياجاتي كام؟ 90. معايا ولا لا؟ عندي منهم كام يا اولاد بيجيننج؟ 25. يبقى انا محتاج انتج كام؟ 65. صعبه؟ ممكن ما يدكش برضو مين؟ حط دايره على ال 25,000، اكتب ممكن ما يديهاليش. يلا بينا اللي بعده. بص بيقول لك ايه، عندي برودكشن بادجت. عندي ايه؟ برودكشن بادجت. حتى السيلز يونتس كام؟ 16. خلاص. وحاطط البيجيننج فينيش دي جودز انفنتوري بكام؟ 2,800. ركزوا. وجايب البرودكشن يونتس بكام؟ ها 16,800. عايز مين؟ اقرا شغل اعدادي ده. عايز الاندنج فينيشد جودز انفنتوري. عايز ده. ممكن اسالك سؤال؟ تعالى ننيم البادجت على جنبها. قول، مش احنا قلنا ان البيجيننج انفنتوري زائد اللي انتجته ماينس الاندنج يديني مين؟ سولد. يا عم بلاش، امشي كده. ردوا عليا يا اولاد. اليونت سيلز بكام؟ 16 بلس الاندنج اللي هو ايه عايزه ماينس البيجيننج كام؟ 2,800. صح ولا لا؟ كل ده يديني مين؟ ها برودكشن اللي هي كام؟ رد عليا 16,800. اعمل ايه؟ ودي دي هنا بالايه ماينس، ودي دي هنا بالايه بلس. صح ولا غلط؟ في الرياضه هو عايز مين يا جماعه؟ ردوا عليا. اند. ها هعمل ايه؟ هودي دي هنا بعكس الاشاره ودي هنا بعكس الاشاره. صح ولا غلط؟ هيبقوا كام يا جماعه؟ 16,800 زائد 2,800 ناقص 16. انتوا معايا ولا لا؟ معايا. طلعت كام؟ طلعت كام؟ 3,600. اقلب الصفحه، بص كده محلوله ازاي؟ عامل لك سهم منين؟ انا من تحت لايه؟ لفوق. يعني البرودكشن والبيجيننج يديني التوتال ايه؟ نيدز. والاندنج يديني مين؟ السيلز. انت فاهم انا عملت ايه؟ يعني اكني حللها منين؟ من تحت. انت بقى بص عشان ما توجعش دماغك. 1 2 3 4 هما كام رقم؟ 4. مديني 3 وعايز مين؟ الرابع. انا الافضل اكتب دي لو سمحت، يعني طريقه الحل دي اسهل. سولد بلس اندنج ماينس بيجيننج يديك بروديوسد. التوتال نيدز مش هتفيدني بحاجه هنا. خلاص؟ سولد بلس اندنج ماينس بيجيننج هيديني مين؟ البروديوسد. ها؟ ها؟ حد عطلان في حاجة؟ يلا بينا نكمل. الكيس اللي جاية دي كيس حلوة قوي، وأنا عايز أجهز لها الوايت بورد كده.
خير. انا هاجي هنا كده في الوسع واشوف. اليكس كامباني عندها بادجت سيلز فور ذا فور مانثز. ايه ده؟ مديني كام شهر؟ 4 جولاي واوغست وسبتمبر ومين؟ اكتوبر. بيقول لك ذا فولوينج هي البرودكشن بادجت يا ولاد للربع الثالث من السنه. مين يقول لي الربع الثالث هو مين؟ جولاي ها واوغست ها ومين؟ سبتمبر. وكاتب لك كوارتر 3. The company desire بيحب يبقي اقروا ending inventory كل month قد ايه؟ 10% من next month monthly sales. وبيقول لك ending جون. مين يقول لي مين هو ending جون؟ ending جون ده اللي هو مين يعتبر؟ ending شهر 6 يبقى beginning مين؟ رد عليا جولاي بكام؟ 3000. حط عليها دايره برضو واكتب ممكن ما الاقيهاش. طيب هو بادئ مديك السيلز يونتس ها؟ لا ما تناموش. كام؟ 30 ها؟ 45 60. طبعا المجموع هنا بتوتال بتاعهم اللي هم هيبقوا كام؟ 75 و60 يطلعوا 135 معايا ولا لا؟ طيب بعد كده حاطط الاندنج ايه؟ انفنتوري. حاطط هنا 4500 وبعد كده وحاطط هنا كام؟ 5000 خلاص. وبعد كده حاطط مين يا جماعه؟ البيجيننج انفنتوري اللي بيتطرح هنا كام؟ 3 وهنا كام؟ 6. شايفين ولا لا؟ وهنا مش عارف. بعد كده جاي في الاخر كاتب البرودكشن ايه؟ ها يونتس. مش عارف حاجه برضو. ممكن اسالك سؤال قبل ما اقرا الاسئله اللي هو حاططها من 7 لحد 12؟ بص حاطط كام سؤال تعرف تكمل الفاضي ده. يلا بينا. انا عايزك تضيف خانه هنا اسمها توتال نيدز. معايا يا رجاله ولا لا؟ انا عايزك تو ايماجين تحلها معايا. يلا بينا. طبعا انا عارف ان 10% من اوجست هما اللي نازلين فين؟ في جولاي. و10% من سبتمبر ينزلوا فين؟ في اوجست. صح ولا غلط؟ ده الاندنج ايه؟ انفنتوري. قولي لي 30 و4500 يعني 34500. عندي منهم 3 يبقى محتاج انتج 31500. عارف انا بعمل ايه؟ انا بكملها قبل ما هو ايه؟ يسأل. طب يلا 45 و6 يبقوا 51. 60 و5 يبقوا كام؟ 65. وما تنساش حاجة اندنج انفنتوري كوارتر هو اخر ايه؟ شهر. صح ولا غلط؟ يعني دول مع بعض مجموعهم 140. وبيجيننج انفنتوري كوارتر هو اول ايه؟ شهر. مش احنا قلنا الاندنج والبيجيننج للكوارتر ما بيتجمعوش، بناخد اخر شهر واول ايه؟ شهر. وطبعا اندنج جولاي ينزل بيجيننج فين؟ في اوجست. زي ما اندنج اوجست بيجيننج فين؟ في سبتمبر. ها؟ معايا؟ معايا؟ حد واقف في حاجة؟ ها؟ مش احنا عارفين ان الاندنج ينزل ايه؟ بيجيننج. اندنج ينزل ايه؟ بيجيننج. قول لي بقى 51 ناقص 4500 50500. 65 ناقص 6 59. 140 ناقص 3 137. عارف انا عملت ايه؟ هو مديني علامات استفهام صح؟ انا بقعد بدل ما ازاول نفسي في اللجنه لو جات لي مساله زي دي عارف اعمل ايه؟ احلها ايه؟ كلها. تعال بقى نشوف هو عايز ايه. اول سؤال عايز الريكوايرد برودكشن فور مين؟ جولاي.
هتنتجي في جولاي كام وحده؟ عايز اسمع منكم. 31.5. انصر مين يا اولاد؟ ردوا عليا دي. هل انا بقى محتاج احسب كل واحده لوحدها ولا انا خلصت؟ انا خلصت. تاني سؤال، الاندنج انفنتوري بتاع اوجست كام؟ 6000. انا مخلص، انتوا معايا ولا لا؟ طب يلا. بيجينينج انفنتوري اوجست كام؟ حد يرد؟ 4500. بادجت سيلز الكوارتر كله كام؟ 135. ديزايرد انفنتوري اندنج الكوارتر 5 اللي هو اخر ايه؟ شهر. ديزايرد انفنتوري ات بيجينينج اوف كوارتر 3 اللي هم اول ايه؟ شهر. صعبه؟ كيس دي مهمه جدا للامتحان. اتفقنا؟ نكمل. سؤال نظري، which one of the following is not needed، رقم ما بنحتاجهوش في اعداد البرودكشن بادجت. يونت سيلز بحتاجه صح؟ هل بحتاج الرو ماتيريال؟ يا جماعه انا بحتاج الرو ماتيريال هنا ولا في الدي ام؟ في الدي ام. طب الفينيش دي جودز انفنتوري بيجيننج والاندنج طبعا عايزهم. مين اللي مش محتاجها يا جماعه؟ بي، لاني بحتاجها فين؟ في الدي ام. صعب الكلام؟ نبدا بقى ندخل المرحله التاليه. ايه بقى المرحله التاليه؟ ها هنبدا نحل على مين؟ الدي ام. حد عطلان؟ يلا. طبعا انت بعد كام حصه هتصاب بالملل. ليه؟ لان البادجت تركتها محروقه. تركتها محروقه، ما تدينيش مين؟ بيجيننج. ها ابقى عارف ان نهايه الشهر بيجيننج الشهر هو بيجيننج مين؟ كوارتر. محروقه ما فيهاش ابداع. يلا حبيبي. ها تعال نخش على مين بقى؟ على بادجت مين؟ الماتيري. نسمي الله كده. انا هنا حاطط الدي ام بادجت. طبعا معلش ممكن نراجعها مع بعض. بنبدا باليونت ايه؟ بروديوسد، في الكيلو جرامز نيدد لكل يونت. بجيب حاجه اسمها دي ام ايه؟ نيدز، اجمع عليها الاندنج واطرح منها مين؟ بيجيننج. اجيب اللي انا هشتريه اضربه في سعر الكيلو اجيب الايه؟ اللي هيتدفع. صعب الكلام؟ يلا. Rest which company has budgeted production for the next year as follow. ايه ده؟ ده مش عاملها شهور. حلو قوي. ده هو اكنه عامل سنة. عامل ايه؟ سنة. اول ربع، تاني، تالت، ها رابع. اكن دول هم الشهور. مليني بقى. هتنتجي في اول ربع كام؟ والتاني والتالت والرابع 70. يلا بينا نقرا بالراحه. تو باوند، باوند هنا مش فلوس، اكتب فوق باوند وزن. تو باوند اوف ماتيريال، اكتب يا عم فوقها كيلو جرام بدل باوند. 2 كيلو ماتيريال ار ريكوايرد فور ايتش يونت ايه؟ بروديوسد. ساعديني، يعني كل ترابيزة عايزة كام كيلو خشب؟ 2. ممكن اسألك سؤال؟ يبقى انا لو ضربت الترابيزات في كام كيلو كده انا حولت الشغل الى ايه؟ ماتيري. كمل. ذا كمباني عندها سياسة تبقي ماتيريال ايه من اللي بتشتغل بيه اون هاند في نهاية كل كوارتر كام في المية؟ 25% من النكست كوارتر برودكشن ايه؟ needs. يعني انت لما تجيب ده، بص، 25% من احتياجات كل ربع هي اللي بتنزل في الربع اللي ايه؟ اللي قبله. اتوتال 30,000 باوند من ماتيريال ايه؟ ار اون ذا هاند ات ذا ستارت اوف ذا يير. مين يقول لي يعني ايه ستارت اوف ذا يير؟ يعني بيجيننج انفنتوري اول السنه. ركز معايا لو سمحت. بيجيننج انفنتوري اول الايه؟ السنه، مش ستارت اوف ذا كوارتر. يعني بص،
يوم واحد واحد عندي مخزون كم كيلو؟ 30,000. عندي مخزون كام؟ 30. كمل. Budget purchases for material for the second quarter. كم كيلو؟ خطير السؤال. عايز دي. عارف ايه دي؟ رد عليا. يعني عايز اعرف في السكند كوارتر انا هشتري كم كيلو. تيجي نعملها؟ جاهزين؟ يلا قول بسم الله كده. قولوا لي. اتكلموا معايا. 60,000 في 2 يعني كم؟ 120. 80,000 في 2 كم؟ 160. 180. 140. بالرغم ان في بيانات ياما انا مش عايزها. انا شغال على انهي ربع؟ رد عليا التاني. معايا ولا لا؟ قولوا لي. انت ناويه تنتجي كام ترابيزه؟ 80. ما تفصلوش بقى. كل واحده عايزه كام كيلو خشب؟ 2. يبقى انت محتاجه كام كيلو خشب؟ 160. طب انا ليه جبت اللي بعدها؟ ما انا اللي بعدها محتاج. ليه؟ لان عشان اجيب اندنج ده لازم اضرب ده في كام في المية؟ 25%. افهم، ركز. بص انا بحاول اجيب اكسب ارض، اجيب اي ارقام انا عايزها. معايا ولا لا؟ تاني. طب معلش ممكن سؤال؟ انا لو ضربت ده، ركز، شايف ال 140 في 25% اجيب مين؟ ده. طب لو ضربت ده في 25% اجيب مين؟ ده. ما هي السياسه كده بتاعت الاندنج، انت بتاخد 25% من الربع اللي اللي بعده. قولي لي انت محتاجه كام؟ لا ردوا عليا، محتاج كام؟ 160. وتأمن بكام؟ يعني محتاج 200 وكام؟ 5. طب هنا 120 و40 يعني محتاج كام؟ على فكرة أنا خلصت، أنا ممكن أعمل حركة صغيرة قوي. أنا ممكن أعمل كده. إيه ده؟ ما هو إندنج أولاني، هو بيجيننج مين؟ التاني. يبقى أنا 45، 205، شيل منهم 40، يبقى الرقم اللي هو عايزه كام؟ 165. ركز أنا عملت إيه؟ شايف الرقم اللي هو الدولي ده؟ أنا ما استخدمتوش. أنا ركزت على الربع الإيه؟ تاني. ايه اللي رممته معايا؟ حاولت اكمل اللي قبلي واللي بعدي. طب اللي بعدي انا عايزه عشان يديني مين؟ اللي بعدي هو اللي بيديني مين يا جماعه؟ الاند. معايا ولا لا؟ واللي قبلي بيديني مين؟ بيجن. فلو تلاحظ انا افتضلت ماشي على كم محور؟ 3، عشان اجيب في الاخر الكميه اللي انا هشتريها في انهي كوارتر؟ التاني. معايا ولا لا؟ معايا. السؤال مش سهل. تاني، ايه اللي خلاني اكمل ده يا جماعه؟ والنبي ساعدوني، ليه انا كملت ده؟ لان الرقم ده هو اللي هضربه في 25% اجيب اندنج ده. طب ايه اللي خلاني اكمل ده؟ لان الرقم الاند ده هو اللي هينزل هنا بيجيننج. يبقى اللي بعدي ساعدني واللي قبلي ساعدني عشان اجيب الايه؟ بيرتشيز. طلعت كام؟ طلعت كام؟ رد عليا 165. فيها صعوبة؟ فيها تريك دي، خلي بالك. السؤال اللي بعده رقم كام يا جماعة احنا؟ 15. بيقول لك عندنا دايركت ماتيريال بادجت وضعها كالتالي. خلاص؟ اليونت بروديوسد ردوا عليا كام؟ 3,000. المفروض ان انا بضرب في كيلو جرامز بير يونت. مديني التوتال باونز نيدد. مين يكمل معايا؟ لو اجمالي، بص انا هنتج كام؟ 3. اجمالي الكميه اللي انا محتاجها كام؟ 6. مين يقول لي؟ يبقى كل ترابيزه بتاخد كام كيلو خشب؟ 2. فاهم ولا مش فاهم؟ كمل. توتال ماتيريالز ريكوايرد. تاني، توتال ماتيريالز ايه؟ انت عارف يعني ايه؟ يعني انا بعد ما اطرح البيجيننج
هو كاتب توتال توتال ماتيريال ريكوايردز، مش واضح معناها ايه، بس تعال نشوف كام يا جماعه. كلها ستة كام؟ 600. معلش انا اسال سؤال، هي مش دي الدي ام نيدز صح؟ قولوا لي انا بجمع عليها مين؟ لا ردوا علي، بجمع عليها مين؟ النيدز بجمع عليها مين؟ اند. بجيب التوتال ايه؟ نيدز، وبعدين اطرح منها مين؟ بيجيننج. اجيب اللي انا ايه؟ هشتريه. هو اداك التوتال ريكوايرد دي، اكتب عليها التوتال نيدز ب 6600. معايا ولا لا؟ توتال ريكوايرد زي التوتال ايه؟ نيدز. اول سؤال ساله لك سؤال تافه جدا، بيقول لك ايه؟ What is the direct material per unit؟ كل ترابيزه بتاخد كام كيلو؟ 2. معايا ولا لا؟ كل ترابيزه بتاخد كام كيلو؟ 2. طب ممكن اغلس عليك شويه؟ الاندنج انفنتوري بكام؟ 6. كام؟ 600. ليه؟ لان النيدز بكام؟ 6000. لو جمعت عليها الاندنج 600 اجيب توتال ايه؟ نيدز. هو بيسأل على دي. معايا ولا لا؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك لو عندنا if there were 30,000 باوند فرو ماتيريال اون هاند يوم واحد ايه؟ يناير. انا همسح كده وهفترض ان انا هنا في يناير. ردوا عليا يا اولاد والنبي ما تناموا. عندي بيجيننج قد ايه؟ عايز اسمع منك. البيجيننج كام؟ 30,000 كيلو خشب و 60,000 باوند ار ديزايرد فور انفنتوري اندنج، يبقى الاندنج كام؟ رد عليا 60. و 180,000 باوند ار ريكوايرد فور جينيوري برودكشن. خلي بالك ده ما يقصدش البرودكشن يونت. يعني ايه ار ريكوايرد فور برودكشن؟ اكتب عليها النيدز اللي انا هستخدمها، الدي ام يوزد صح. برافو عليك. هو بيقول لك ايه؟ اسمعني، هو مديني رصيد نهايه المده من الخامه ورصيد بدايه المده من الخامه، وبيقول لك انا عشان اصنع النيدز او اليوزد محتاج كام؟ رد عليا 180. كمل. How many pound of raw material should be purchased؟ طبعا سهلة جدا، انت معاك مين؟ needs. هتجمع مين؟ end. هتجيب total ايه؟ needs. تطرح مين؟ beginning. هتجيب اللي هتعمل لهم ايه؟ purchase. صعبة؟ واضح ان الموضوع كله انك تبقى فاهم sequence الايه؟ البادجت. السؤال اللي بعده نظري، بيقول لك الدايركت ماتيريال بادجت بروفايد انفورميشن. سؤال حلو قوي. الدايركت ماتيريال بادجت اديتني معلومات اروح بيها لمين؟ كاش بادجت. لان انا باخد منها اللي انا برميه فين؟ في المصروفات. طب السؤال اللي بعده، الكاش بادجت بتوضح كل الريفينيوز والاكسبنسز؟ لا، لازم الكاش. اكسبكتد كاش ريسيت اللي داخل والكاش ديسبيرسمنت اللي طالع، اول ايتم اللي بتظهر في الانكم ستيتمنت مش شرط، كل الايتمز اللي في البالانس شيت مش شرط. الكاش بادجت بتوضح مين يا جماعه؟ بي. سؤال رقم 19، البيجيننج كاش بالانس، ردوا عليا، رصيد بدايه المده زائد الكاش ريسيتس، اكتب على ريسيتس الكوليكشن يديك مين؟ ده بلس ده يديك مين؟ اللي عندي واللي هحصله، بيديك حاجه اسمها التوتال كاش ايه؟ افيلابل، اللي هو رقم كام يا جماعه؟ سي. سؤال رقم 20، which of the following statement is not correct؟ اكتب جمله غلط. السيلز بادجت هي الستارتنج بوينت، لا دي جمله صح. انتوا معايا ولا لا؟ السيلز بادجت بتتبنى من خلال ان انا اضرب السيلز يونت في السيلينج برايس، دي جمله صح.
السيلز بادجت مصحوبة دايما بان انا احسب الكاش ريسيتس اللي هو جدول الايه تحصيل الكاش بادجت. ايه ده بتتعمل قبل السيلز بادجت يا راجل. امال دي المفروض دي هي اخر ايه واحدة، يبقى مين الجملة الغلط دي. السؤال اللي بعده، which one of the following item would never appear، عمرها ما تظهر في موازنة الكاش. office salaries interest depreciation travel، كله يبان ما عدا مين؟ depreciation. قول لي ليه؟ برافو عليك، اكتب جنب depreciation non cash، ده ما بيدفعش. الحل مهم جدا في المادة دي يا جماعة. يلا، most buying corporation is working on its cash budget for June. The budget beginning cash balance، عنده رصيد بداية مدة كام؟ 16. وعنده cash receipt هيحصلها كام؟ 188. وعنده cash disbursement كام؟ ها؟ 187. بيقول لك ده معناه ان هيتبقى في الخزنة عنده كام؟ الـ ending cash balance. ايه السؤال الأهبل ده؟ 16 و 188 كل المتاح هيبقى كام؟ 204، هصرف منهم كام؟ 187، هتبقى معايا كام؟ 17. صح؟ السؤال الأخير وأشكرك على كده النهاردة. شاك إنكوبريشن بيبني اتس مانيفاكتشرنج أوفر هيد بادجت، إيه ده؟ ده هنعمل مين دلوقتي؟ إم أو إتش. بيسد أون بادجت دايركت ليبر أور، يعني هيحسب بعدد ساعات الإيه؟ العمالة. The direct labor budget بيقول لك ساعات العمالة المباشرة، قالت ان الشركة اشتغلت كم ساعة؟ 8100. The variable overhead rate اكتب جنبها سعر ساعة الكهرباء كم؟ 1.40. The company's budget fixed manufacturing overhead، قولوا لي يا جماعة الـ FOH بكم في الشهر؟ 100,440 المصاريف الثابتة، منهم ديبريشيشن كام؟ 8910. كل بقية الفيكسد اوفر هيد بيتدفع كاش. بيقول لك ذا مي كاش ديسبيرسمنت اللي احنا هندفعه للاوفر هيد يبقى كام؟ قولولي. لا 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 بالراحة، انا مبدئيا هشتغل كام ساعة؟ 800. الساعة بتتكلف كهربا كام؟ 1.40. يبقى انا هصرف في او اتش 11,340، ده الفاريبل ايه؟ اوفر هيد. اجمع عليها الفيكسد كام؟ 100,440. يبقى اجمالي الاوفر هيد 111,000 كام؟ 780. اطرح منها الاهلاك اللي هو كام؟ 8910. يبقى اللي هيدفع فلوس كام؟ 102,870. صعب الكلام؟ الحصة الجاية مستمرين في ايه احنا؟ حل على البادجت على طول، خلاص؟ لحد ان شاء الله.